حدث نام تايهي يتعرض للضرب كما نشاهد. بعد نهاية هذه المباراة إذن كما نشاهد من الصورة يبدو أن فابيان هو من اعتدى بالضرب على نام تايهي نجم منتخب كوريا الجنوبية ونادي الأخوية، والذي يعود مرة أخرى إلى أرضية الملعب إلى جانب مدرب الفريق. محمد إلى جربي يوسف المساكني لاعب فريق الأخوية. يوسف ألف مبروك.